بصوا بقى، انا صاحيه النهارده اصلا مودي مش حلو خالص خالص خالص. اصل انا اتجوزت الحاج وكمان في ثلاثة معايا، يعني احنا اربعة واحنا الاربعة حامل، وكمان الحاج امبارح حكم عليا ان انا اعمل قلقاس. ايه قلقاس ده اصلا؟ انا عمري في حياتي ما اكلته، بس عملته اكلوه. انا معرفش اكلوه ازاي. يا ميدو بقى اسكت. والله يا ميدو انا زعلانة قوي قوي يا ميدو. انا مش عارفة بصراحة. انتي فاتحة لايف يا باربي؟ ايوه فاتحة لايف. جولجول. ومين حمادة ده؟ ميدو. ده ميدو. ميدو مش حمادة. ميدو حمادة. حمادة. انت حمادة. خلاص انت حمادة. والحاجة عارفة باربي؟ لا بليز. لا بس لا بصي عشان خاطري بليز الحاجة ما يعرفش حاجة عشان باربي. نعم. انتي جيتي في ملعبها باربي وانا حطيت عليكي دلوقتي. يعني ايه حطيت عليا؟ يعني انا دلوقتي هطلع على الحاج واقول له لا مرابين فاتحه لايف. جلجل انت جدعه ما ينفعش تقولي للحاج، ما ينفعش تفتني عليا. جلجل لا انا مش جدع. طب انت عايزه ايه؟ طيب انت عايزه ايه مني يا جلجل؟ طيب مش كفايه الحاج خلاني اعمل قلقاس؟ مش عايزين اقول للحاج عليكي؟ بليز عشان خاطري ما تقوليش للحاج. برابير. نعم. هتسمعي كلامي. اوكي اسمع اي حاجه هقولك عليها تسمعي كلامي فيها. اوكي اي حاجه هسمع كلامك فيها، بس انت عايزاني اعمل ايه؟ ورايا برابير. يا ربي بقى انا تعبت. يا ربي بقى انا ايه اللي خلاني اجي هنا اصلا؟ يلا يا اصحابي ناموا. جو ساقع عليكم استغربتوا. يلا وانا قاعده جنبكم. انت بنت. نعم. قعدتك هنا مش عجباني. طب انا اعمل ايه؟ طيب قومي لي كده اغسلي لي هدومي ولا حديده. انا؟ ايوه انت. بس انا مش بغسل هدوم، انا عليا العشاء وبغسل اطباق العشاء وبس. عايزه اقول لك على حاجه. نعم. انا كنت شغاله على عربيه كبده. اه. في واحد نزل يتكلم معايا باسلوب مش حلو وما سمعش كلامي. عملت فيه ايه؟ جبت طوبه وفتحت له دماغه. لا والنبي لا. انت تعملي معايا انا كده؟ انت تسمعي كلامي مش هعمل معاكي اي حاجه. حاضر. قومي تعالي معايا. حاضر. ايه ده يا جلجل اللي انت ملبسهولي ده؟ يا جلجل ايه ده؟ ضايقكي قوي. ما انت شكلك حلو اهو. وبعدين يا عمي الجاكيت ده بصراحه ريحته وحشه قوي 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 قوي. برابيل. نعم. الجاكيت ده مغسول السنه اللي فاتت، يعني ريحته نظيفه قوي. يا لهوي السنه اللي فاتت؟ اه برابيل كل سنه بغسله كده فاضي. ده انا بغسل هدومي كل يوم. ايه اللي تفيه ده؟ ده تبذير يا برابيل. تبذير. دي نظافه. دي نظافه. المهم سيبك بقى. نعم. الشعر بتاعك ده مقرف قوي، انا مش عايزه اشوفه تاني. خلاص اوكي. وطريقتك المعفنه دي انا برضو مش عايزه اشوفها تاني. طب يعني اعمل ايه؟ طيب مش يعني يا بنت مش عايزاكي نيه كده. اتعفرت يا بنت. اتعفرت يا نعمه اهو كده اهو. اتعفرت كده اهو بابا كده. لا ده كده هبل يا برابيل. امال اتعفرت ازاي؟ طيب بص يا برابيل، اولا لما حد يكلمك ما ينفعش تقفي ثابته كده. اوكي طب اعمل ايه؟ اكلمك بايديا تعبريني بايديكي اديكي شلوت. اديني شلوت يا برابيل. اوكي جلجل اوكي حلو كده. لا شيلي نفسك شويه يا برابيل، الكلام ده ما ينفعنيش. اوكي ماشي جلجل اوكي حلو كده. كلام انجليزي مش عايزه. طب اقول ايه؟ ماشي يا عمي، ماشي يا صاحبي، يا زميلي، الحاجات الحلوه دي. صاحبي وزميلي؟ اوكي ماشي يا صاحبي، ماشي يا زميلي. انت مش جايه معايا سكه على فكره برضه. لا هيجي هتعلم دي اول مره. طيب برابير هقول لك على حاجه. اوكي دلوقتي لو جه عيل توتو من بتوع اليومين دول. عيل ايه؟ توتو جه وقف قدامك كده وعكسك هتعملي له ايه؟ وثبتك كده ورفع عليك قال لك يا بنت هتقولي له ايه؟ بسيبه واطلع اجري. ايه؟ بسيبه واطلع اجري. ايه في حقك؟ انت حقك يا برابير، ما ينفعش تمشي وسط بيه. طب اعمل ايه؟ كل طبعا عايزه تطلعي تجري وتقولي يا بابي يا مامي تعالي الحقوني. ايوه ما انا ببعت له بابا. لا بايديكي كده تقولي يا لهوي. تقولي ايه؟ اصل انت لسه صغيره مش هتعرفي تفتحي دماغه، فاخرك يا لهوي هتقولي له ايه؟ اوكي ثواني انت اعمليها تاني بس. يا لهوي يا لهوي مش حلو. طخاني صوتك.
تلاقي ايدك كده وبام مع ايدته تديله. تعملي ايه ده؟ حصل له حاجه يا اخشي يا ولع. اعمل كده هلاقي اعمل ايدي كده كده قوه كده وبام بطنه. انت عايز تضربينا برابير؟ لا والله العظيم انا هتعلم زي ما انت بتعلميني والله. خلاص انت كده اتعلمتي ازاي تدافع عن نفسك صح يا برابير؟ ايوه مع العيال التوتو. طب انت دلوقتي يا برابير نعم عايزه تروحي تأجري عجل. ما انا مش بحب العجل. عايزه تأجري عجل. مش بعرف اركب عجل. يبقى تعرفي تركبي عجله. يلا برابير انا هعلمك. مش بعرف برابير. مش بعرف اركب عجل. انا بحبها. ايه العجله دي يا برابير؟ العجله دي هتركبيها. مش بعرف هتركبيها يا برابير. حاضر يا جرجر. اللي انت حاسه دماغك رطوبه. لا والله لا انا مش بتحمل. انا مش بحب ابقى تعبانه. مش بحب دماغك هتتفعل. لا انا مش يعني خياطه وغرزه برابيه. يا نهار ابيض يا ماما يا بابا يا ماما. انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي جابني هنا؟ بس انا هتركبي العجله برابيه. اركب اللي انت عايزاه حمي. طب اركبي يلا. اركب ايه؟ اركبي العجله. اوكي يعني ازاي؟ خديها واركبيها برابيه. مالك فيكي ايه؟ عاوزاكي تمرشيلي الغسيل ده. ده عندي حديده. طيب اعمل ايه؟ طيب عارفه الهدوم دي انا جايباها منين؟ منين؟ ده توكيل من سوق الجمعه. ايوه طب هعمل ايه؟ انا معرفش. تفتحي الميه كده يلا وتغسلي. تغسلي طيب. يلا ماشي صابون اهو. يلا صابون. ايوه يلا. وبعدين بقى اعمل ايه يعني؟ ما انا قلت لك تعملي ايه. فتحي مخي معايا. انا والله خايفه بالراحه. طب خلصي يلا. يعني اقعد اعمل كده 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 كده. حاضر كده. حاضر حاضر والله حاضر. يلا عايزه اقول لك على حاجه. ايوه عايزه اقول لك على حاجه. ده حديده ابني لو اشتكى ان ريحه الهدوم وحشه مش هسيبي. حاضر. تعرفي حديده ابني بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ شحات. شحات؟ اه حديده ده شحات؟ ايوه اصل انا بحب الفلوس بنزله كل يوم يشحت. ماشي حاضر. لو كبرت في دماغي هنزلك انت كمان تشحتي. انا اشحت؟ اه خلاص هسمع كلامك وهعملك انت عايزاه. اغسلي حالي. حاضر. يلا. حاضر اهو اهو. انت هتقبلي الباب عليا؟ ما اسمعش صوت. ما اسمعلكيش صوت. انا تعبانه ومصدعه. افتحيلي يا ماما. افتحيلي يا ماما. ماشي اوكي اهو اخدت العجله. العجله دي ما تتمسكش بايد واحده. طلعيها بايدك الاثنين. يلا برابير. حاضر. هي بس دي تقيله قوي. ايوه كده تقيله قوي يا جرجل. اهو كده يلا سوقيه. اوكي اسوق العجله اهو اهو اهو. لا يا ماما احنا إيه؟ مش روبي دلوقتي. مش اغنيه روبي احنا حبيبتي. امال اعمل ازاي؟ طيب بنت انت نيه قوي. اوكي تعالي اعلمك الرقص ازاي. ايه بص ما انا بعرف ارقص. وريني كده بترقص ازاي. اهو ارقص ماكارينا. نعم ماكارينا. بابي ايه وريني بترقص ازاي. ماكارينا كده. لا حبيبتي مش عارفه دخل السنه بتاعت المدرسه حبيبتي. اوكي بص يا حبيبتي بص غيري شعرك المعفن ده. انا جاي. حاضر حاضر اهو. بص يا حبيبتي نعم هننزل ونطلع ونعقبها برضه. انت عارفه انا عملت مجهود كاني رحت شهر الجيم. خلاص حلو قوي. ماشي
دلوقتي لازم ننفذ اللي احنا اتعلمناه. انفذ يعني اعمل ايه؟ يعني ببساطه كده هتروحي لامنيه وغزه البنات الحاج، تمام؟ اعمل لهم ايه؟ هتروحي تشتميهم وتضربيهم وتقفي عليهم. لا لا، ايه الامنيه وغزل؟ انت مش عارفه الحاج اللي بيحب غزل الامنيه اكتر حاجه في الدنيا، ولو انا عملت فيهم كده هيطلعني، وانت عارفه ان انا هعمل اصلا بطني وجعتني بعد اللي انت عملتيه معايا. يا صبار بين، هروح اقول لحجوم. لا خلاص يا بلبل، خلاص يا بلبل. مرحبا بكلمة حماده يا بابي. ميدو بقى ميدو، ما كلمتش حماده. ميدو اهو راجل تاني وخلاص. حماده ميدو ده صديق عادي، ده ماي فريند. طب يا باربي انا بحترمك اهو، بقول لك يا باربي مش برابي. ماشي حاضر. تمام تمام، هتروحي تعملي اللي قلت لك عليه وتنفذيه وتديلي التمام، ولا اروح اقول لحجوج؟ اصل انا مش هرحمك. ايه انت فاكراني هسيبك كده ولا ايه؟ ماشي اقول لك يا انت، ما شفتيش باقي عيلتي؟ لو جم هنا هيبهدلوك يا برابيه. ما انت بنت وعامله كده، ما باقي عيلتك بس عاملين ازاي؟ يلا برابيه هتنفذي. ايوه اوكي هنفذ كل حاجه. يلا امشي من قدام. اوكي يلا برابيه خف. ماشي اقول لكم خلاص، اتعلمت كده ولا لا؟ انا انت بتمدي ايدك على انا اقسم بالله انا بقول لك ان انا اتعلمت. طب يلا الله يسامحك يا حاج، الله يسامحك يا حاج، الله يسامحك يا الله يخرب بيتك يا مسندس، الله يخرب بيتك يا مسندس. افتحولي افتحولي ايه ده يا صاحبي؟ مين اللي جوه التواليت يا باربي؟ ايه ده بطه؟ ايوه افتحيلي الباب. المفتاح فين؟ انا مش عارفه المفتاح فين. هو المفتاح فين؟ يبقى فرنسا اخدته. المفتاح مع فرنسا؟ ايوه افتحي لي الباب يا باربي. اوكي يا صاحبي هروح لفرنسا اجيبولك واجي على طول. طب يلا عشان انا خايفه. خلاص ما تخافيش يا بطه، استني استني اروح لفرنسا اديها كام واحده من الجرجر علمتها لي واجيب لك المفتاح. طب يلا طيب. اوكي. والله كل نفسية قلب سفرية، مبقتش قادر أكمل بكايا في العين عيني، حتى اللي مني خذلني خسرت اللي ذهبني. فرنسا فيها بيت. بيتي ايه؟ انا اسمي باربي. ايه باربي؟ ومن هنا ورايح مش هتقولي برابير، اسمي باربي. فاهمة ولا مش فاهمة يا فرنسا؟ مين اللي علمك الحركتين دول؟ طبعا جرجر. يعني مين اللي هيعلمني؟ ايه تحب اعمل لك زيها؟ اهو في ايه؟ طب خلي ايدك جنبك عشان ايدك ما توحشكيش. بقى ايه؟ ايدك ما توحشكيش. هتوحشني يعني ايه؟ هتسافر وتسيبني؟ ها 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 ها. قوليلي ما انت عايزه ايه؟ بطه في الحمام وبتقول لك هاتي مفتاح التواليت عشان هي قاعده في الحمام وان المفتاح معاكي. وانتي مالك؟ انا هحد لحد ثلاثة، لو لقيتك لسه واقفة هتنزلي تشحتي مع ابن حديدة. اشحت معاه ازاي يعني؟ هتنزلي تشحتي في الشارع. طب والله والله اديكي بوكس اخليكي سابونة اللوكس. واحد اتنين يا ماما لسه ما تجيش غير بالعين الحمراء. مبقتش قادر اكمل بكايا في العين عيني، حتى اللي مني خذلني حسدت اللي ذهبني. بيجي رام بيجي رام بيجي رام، حاجات واحد 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 مش حرام. بيجي رام بيجي رام بيجي رام. قبضت يا صاحبي؟ ايوه يا باربي افتحيلي يلا. سامعيني ولا حصل لك حاجه جوه؟ انا كويسه بس انا خايفه، افتحيلي. اوكي بصي، هو انا رحت لفرنسا دلوقتي قالت لي ان هي مش هتديك المفتاح وان انت هتفضلي اسبوع جوه محبوسه. اسبوع؟ اه هي قالت لي كده وقالت لي امشي بدل ما اخلي ايدك توحشك. طب اعملي اي حاجه يا باربي عشان انا خايفه. سوري سوري بطه، بصي بصراحه هو انا دلوقتي جلجل مكلفاني بمهمه خطيره جدا جدا، وبصراحه يعني انا عايزه اللي يساعدني. ام سوري.